شكرا للفنانة نانسي عجرم، اهلا وسهلا فيكي بدانسينج وذ ذا ستار. ميرسي، اهلا وسهلا فيكي نانسي، نورتي مسرح دانسينج وذ ذا ستارز الليلة. هلا عم بفهمهم انا للدانسرز لما ما بيقدروا يحكوا، وانا ما رقصت شيء يعني انا هزيت انجا. كنت بتجنني، كنت بتجنني. نانسي، المشاهدين صار لهم اسبوع عم يترقبوا اطلالتك معنا الليلة، ما بخبرك على تويتر، ما بخبرك على فيسبوك، قد ايه بيوصلوا لك بوسات وسلامات يعني. ثانك يو.
نانسي أغنية أخصمك أطلقتيها تقريباً من 10 سنين وعرفت نجاح كتير كبير، ومن وقتها سلسلة نجاحات مستمرة. شو سر هالاستمرارية ودايماً بالمرتبة الأولى؟ قبل ما أحكي عن المرتبة الأولى بدي أقول مصفار مصفار لكل الناس، لكل الموجودين، ولكل اللي عم بيشوفونا على الام تي في. مصفار لجوري، وانا قد ما انا مبسوطه اني معكم اليوم، زعلانه كثير لانه هيدي اخر حلقه وما بقى احضركم الاحد، فكنت انطر الاحد، كنت انطر دانسينج وذ ستارز نهار الاحد، كنت اسهر معكم. يعني قد ما تكوني زعلانه نانسي، نحن زعلانين اكثر لانه بالفعل هالبرنامج كان له نكهه خاصه عند الكل. وشو رايك بالبرنامج؟ البرنامج فريد من نوعه، كتير حلو، كتير الناس عم تحضره، كتير عم بتتابعوا. برافو ام تي في عن جد، برافو. وبالنسبه للسر، السر هي محبه الناس اكيد. شكرا لك نانسي عجرم، شكرا لوجودك معنا، اكيد رح تطلع علينا مره جديده واكثر من مره خلال حلقتنا الليله. الجمهور موعود كله فيكي، ما هيك؟ شكرا نانسي عجرم.